أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن الشباب البحريني هم عماد التنمية وأساس المستقبل في مملكة البحرين، وأن دعمهم ومساندتهم يعد واجبا وطنيا ومسؤولية مشتركة. وأشاد المسلم باهتمام ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للشباب البحريني وتبوؤهم المسؤوليات القيادية وإشراكهم في العملية التنموية في مختلف القطاعات، مثمنا معاليه جهود ومبادرات واسهامات سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد في دعم الشباب البحريني وفق خطط واستراتيجيات وبرامج نوعيه ومشاريع رائده.